أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثمود وعاد بالقارعة. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما. فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خالية. فهل ترى لهم من باقية. وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها الصور. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. فيومئذ وقعت الواقعة. وانشقت السماء والملك على أرجائها. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. تكبير. الحمد لله. يبدو نادي مبنتو نتلاوة القرآن مكسوكول توان همير يحيى bang man kau mahinanda alim insyaallah tabaraka wa taala wa ulumatun kita indu mihil katu tani ukap tangan pangu kami baktawahun opening remark insyaini mudirul am supervisor sin mahat sadi iban agad na pamahat sin sabilal muhtadin. Insya ini nakapangati Al-Azhar University, Cairo, Egypt. Biawun tawagun namu waina duga eng den kan Sheikh Khalid Amilasan Al-Hajj pada tapat dan bijadatil maskur. Takbir! Allahu Akbar!
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. رئيس وأمير مؤسسة سبيل المهتدين الأستاذ غورو بتا تفسير حفظه الله ورعاه ومد الله في عمره ورزق الله صحة والعافية. مدير معهد سبيل المهتدين الأستاذ نجار البائي الحاجة مريم وجميع أساتذة المعهد ومنظميها ومساعديها، أحييكم بتحية أهل الجنة، جعلنا الله جميعا من أهلها، آمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إنه من دواعي سرورنا أن نقف اليوم لنعبر عما يدور في خواطرنا في هذا اليوم من مشاعر مختلطة. في مثل هذا اللحظة المفئمة بالفرح، القلوب تشعر بالشكر والإرفاق، وتعجز الألسنة وتقصر الكلمات في تعابير ما تكنه ضمائركم من الفرح والبهجة والسرور والسعادة الغامرة بثمرة إنجازكم وتحصيلكم العلمي في المرحلة التحضيرية والابتدائية والدراسات الخاصة، فهنيئا لكم جميعا. الشكر كله لله عز وجل على عموم نعمائه وعلائه، فلولا توفيقه سبحانه وتعالى لما حصلتم ما حصلتم من تقدم في الدراسة وحتى تخرج فيها وما كنتم أن تقوموا بكل ذلك دون توفيق من الله سبحانه وتعالى، لأن من أعظم ما يمن الله به عبده هو التوفيق. لذلك كان لزاما عليكم وإيانا أن نكون جميعا على دوام الشكر لله عز وجل. الحمد لله على نعمة النجاة، الحمد لله على نعمة التخرج، الحمد لله على نعمة الصبر على طريق الطموح في التعلم. والشكر بعد شكر الله موصول إلى مؤسسة سبيل المهتدين أمير الأمير الأستاذ غورو بتا تفسي، وذلك على اهتمامه وحرصه على رقي أبنائنا وبناتنا في التحصيل العلم الجيد. كما لا ننسى أن نتوجه بالشكر إلى أساتذتنا الكرام الذين كانوا لهم الفضل الأكبر عليكم فيما وصلتم إليه الآن، والذين سعوا جاهدين لمد مد العون لكم في كل الأوقات فساندوكم في تحصيل العلم وساعدوكم وعفادوكم، ولم يبخلوا بأي معلومة ونصيحة وفوائد جمة ونكات عظيمة تفيدكم في حياتكم العلمية والدنيوية، وزرعوا فيكم حب العلم والعمل. لقد كانت كلماتهم حافزا لكم في حياتكم ومسيرتكم العلمية، ولحثهم لكم عظيم أثر في مؤازرة عزمكم. وإن جميع الشكر والكلمات لا توفيهم ولو جزءا بسيطا من حقهم، وربنا الكلمات في القول وربما قول في الكلمات الحق فيهم،
وإن لغات العالم كلها لا تكفي أن تعبر عن امتناننا لهم. فلهم جزيل الشكر وفائق الحب والامتنان والتقدير والعرفان من قلوب فاضية بالمحبة والمودة والاحترام لهم جميعا. كما لا ننسى في هذا المقام أثناء فرحتكم هذه أن نتقدم بأصدق الشكر بمن كانوا وراء وصولكم لهذا المقام، والديكم الأعزاء. أهدوا تخرجكم هذا إلى آبائكم وأمهاتكم وإلى إخواننا المتخرجين من كل المستويات. جعل الله التوفيق رفيقا لكم في كل الطريق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاميرسين مؤسسة سبيل المبتدين Foundation Philippines. إيمان مدير سين معهد سبيل المبتدين بيقن الأستاذ نجار البائل. إيمان سين مغا كغروهان هبا وأنيا Kandak Hajja Maryam, Iban Simpana Iban Nia Maksukul, Iban Pahawan Sin Allah Ta'ala Pangumulan Nia, Iban Simpana Iban Nia, Hapag Tuku, Hapag Masusa, Beriin Jumato Iban Dumayo Indaran, Sipag Pangaji di Hamahad na Tumabarak. Iban din na to lupahun in Paksukul, Ipatudyo na to pa mga kaguruhan na to naghindo katonim. Amin aut sila intag sukuan sin salaggo laggo parwarihi parwahakian sin hasil no adlaw ini. Deng naman ha ilmu, deng naman ha akhlak, deng naman ha mga pagbasa iban sin pagsulat na pangadji niyo, sila intag sukuan sin salaggo laggo karayawan iban sin karayawan iban kawantukan. Sabab sila in naglugto, wala sila nagmaikot, sinuno unupang hati nila, kaya usaka nila kaniyo, muramurahan, parihalaon sila katan, sinallahu subhanahu wa ta'ala, sarta ganapan sinallahu ta'ala, in pangumulan nila, ibang barakat singkabuhin nila. Sa muna ito rin pagsukur, pagtukbas yung pagsukur kanila, di kakausan ikabtag sindila, bisang pasambot, sambil mawot kita pakamatay. Tupot Tuhan, imapatutumungbas ka nila ha mga pagtuyuan nila, beriin kita niyo makapangadji marayaw. Damikyan, itukbal niyo sarang. Ihagdian niyo impag sukul, ibang kakuyakan, simpag kukuyag niyo adlaw ini, pamanga kamaasan sing kamu, pamanga kainaan, ibang kaamaan niyo. Tukbalan niyo kanila, baling kiaunan nila minoy ina pahadarat sin Allah Ta'ala sabab ang kita kuri yung mga kiwanan hakirahan ko in kamaasan nila ito lang yun ihagdiyan yung pagtamat niya adlaw ni kanila ayaw niyo buktua ibang niyata niyo ayaw niyo buktua in niyat pasawhon yung kamaasan niyo hapahala singkata nunu-unu nahasil niyo biyaw. Hamang sila kanakan iwang kamanghuran niya ribiyaon. Wala din kamaasan nila. Pwasing pagkugkuyag, sinadlaw ini, may kamu pakawayan niyo. Ando, kadto kamu muna jara pa mga ina, ibang sinamaan niyo. Ipahati niyo, sinimpag pangadji ni ibang bukong sila, inatay ko din di jumato. Ibang di kamu makahasil sinahasil niyo, bambungkar na si mauma asli. Murah-murahan insyaallah ta'ala hamangan nagpangadji biya o hamangan nakatamat biya o iba nakatan nakahadir murah-murahan izjikian kita nyukatan insyaallah subhanahu wa ta'ala taufiq ibang patutupon yung pangatayan na ito hapagpangadji sabab hautan aon dumatong mga panangdas may nang sabab lumang may pagpangadji na ito ukaroon na ito yung pakarajaan na ito adlawin eh simpagkugkuya pagsyukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Congratulations kanyo katan mga nag-graduate adlaw ini.
lapay na yung kamaasan niyo, lawiyaw lahat mga kaguruhan niyo. Wabillahi taufiq, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yatuna kya bulan sangkatu taniyo ammo corona tu mudirul am bang man yatu pagbarakatun sin Allah Subhanahu wa taala salingkat tingkat dina mga patuntum nya katu tani. Muna-muna i sabab yari ni katu taniyo in extend den hari kodo mga kamuliran yari makakad katu taniyo mag-graduate at daw ini natawagun na mo isang inmudir nila dito hari kodo Ustaz Hasim, Ustaz Hasim, kari kautuan mari patasin stage na ikaw makakilasin mga murid-murid kari ka. Alhamdulillah. Na muna-muna congratulations kanyo kata. Alhamdulillah, mabruk. Biaw lumatun kita niyo dumihil bulan Sunday sa katutan sa wala pa siya rindi sa na awan hipaganti biya awan tawana mo amun mudir sin mahad sabil al muhtadin ay nadugayin din kan al ustaz Nadar Albain pada tapad dal bijaya dan terima syukur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد ميو كتاب invitation ميو إن pamulan sam nakabutan seik ilman lista alhaj nagkaitaan ko yung Amerta, magkwerong pa rin di, naroon na panagataran, huwag siya makakaon na parilong mga pamulansa. Naroon na ba mga pag-uusin mo di rolam yan, na hati na ba mga